أطلقت الصين المركبة الفضائية المأهولة شنجو 11 في 17 من أكتوبر الماضي، حيث بدأ رائد الفضاء جين هاي بانغ وتشندونغ رحلتهما الفضائية التي استمرت لمدة 33 يوما، وعاد إلى الأرض بنجاح بعد المواد المحملة على متن المركبة والمختبر الفضائي تيانغون 2 في 18 من نوفمبر الجاري. هذا وقيمت مراسم فتح كبسولة العودة لشنجو 11 في بكين أمس الثلاثاء برعاية مكتب هندسة الفضاء المأهول الصيني ومجموعة التكنولوجيا الفضائية الصينية. انطلقت مراسم فتح كبسولة العودة للمركبة الفضائية المأهولة شنجو 11 في الساعة الثالثة من بعد الظهر، وفتح الموظفون الكبسولة باستخدام المفتاح الخاص وأخرج المواد المحملة من الكبسولة، ومن بين هذه المواد الأشياء المحملة على متن المركبة الفضائية المأهولة شنجو 11 والتي بقيت في الفضاء لمدة 33 يوما، والأشياء المحملة على متن المختبر الفضائي تيانغونغ 2 الذي بقي في الفضاء لمدة 66 يوما، بما فيها عينات الكائنات الحية الدقيقة وبذور المحاصيل والعقاقير الطبية. جدير بالذكر أن تيانغونغ 2 هو أول مختبر فضائي للصين بالمعنى الحقيقي، وأنجز رائد الفضاء المهام التجريبية المختلفة في هذا المختبر، مما يرمز إلى أن مشروع الفضاء المأهول الصيني قد دخل إلى مرحلة تطوير التطبيقات الجديدة. يمكننا استخدام هذه المنصة كي يقوم علماؤنا بالبحث العلمي ودرك خدمة للبشرية، ومع التطور بناء محطاتنا الفضائية ستصبح مزيد من الأشياء في خدمة البشرية والتنمية الاقتصادية في بلادنا وصحة شعبنا.